عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ النهاردة جبنا لكم فيديو جديد. طبعا جبت كلب جديد يا جدعان، وعايزين نعمل بقى معاه تحديات وكده واعمل لكم فيديوهات معاه. بصراحة هو كلب حلو وشرس، يعني ايه، بيتبول، نوع بيتبول زي ما انتم شايفين. هعمل ده معاه بقى فيديوهات يا جدعان وكده، ويعني ايه الفترة الجاية دي ان شاء الله بعد الامتحانات وكده هبدأ اصور لكم فيديوهات. طبعا زي ما انتم شايفين بيتبول اهو، بيتبول اسمر غبي كمان اهو، يعني شرس. بس يا بيت، بس يا بيت، نتايه طبعا نتايه بس حلوه، بسم الله ما شاء الله، يعني غبيه يا جدعان وشرسه جدا. اللي عايز يشوف شرستها برضو في الفيديو يعمل لايكات، ما ينساش يشترك في القناه، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه يا جدعان عشان ننزل لكم فيديوهات معاه لو عايزين ننزل فيديوهات معاه. طبعا يا جدعان انا هوريكم برضو صوره البيتبول اللي مات عندنا. انا كنت جايب بيتبول قبليها، كان لونه قلب بني شويه، يعني بني غامق سنه. هوريكم برضو فيديوهات ليه، هحط لكم فيديوهات ليه بعد المقطع بتاعها ان شاء الله. هنعمل معاه بقى دي فيديوهات، بس التاني ملحقش اعمل معاه فيديوهات وكده. هو التاني ما كانش تقليب حلو زي دي، عندي زي ما انتم شايفين بيتبول صافي. التاني تقريبا كان مخلط على بوكسر. فهوريكم برضو الفيديوهات بتاعه، هشوفكم على الفيديوهات. ولا 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 يلا ترحبت كل صبح. يلا شت شت شت